السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية في المحاضرة الثانية من سلسلة المحاضرات لمقرر أساسيات الهندسة الكهربية. المحاضرة دي هي بعنوان التيار ودوائر التوالي والتوازي الكهربية، وأيضا الدوائر المركبة اللي هي دائرة التوالي معاها دائرة توازي. بالتأكيد إذا تم توصيل الدائرة سواء كانت بتوصيل التوالي أو التوصيل التوازي أو الدوائر المركبة، هنشوف مرور التيار فيها بيكون شكله كيف، وكيف نقدر نحلل الدائرة ونعرفها هي توالي ولا توازي حسب مرور التيار في الدائرة. في الدرس السابق كان تحدثنا عن المدخل إلى أساسيات الكهرباء، تعرفنا فيها على الوحدات الأساسية للقياس والوحدات المرادفة، أيضا تعرفنا على الكميات الأساسية الكهربية ومقاومة السلك الموصل وقانون أوم وعلاقة القدرة والطاقة في الدائرة الكهربية، وكان أخذنا بعض الأمثلة في المواضيع ذكرنا. طيب خلينا مع بعض في محاضرة الليلة نبدأ بمفهوم الدوائر الكهربية. طيب مفهوم الدوائر الكهربية، عشان نقدر ننتج دائرة كهربائية بيكون عندنا مجموعة من الأجهزة ثنائية الأقطاب أو ثنائية القطبية. هذه الأجهزة بتكون موصلة مع بعض في شكل شبكة ومغلقة حتى تعمل. طيب عشان نقدر نبسط المفهوم ده، عندنا دائرة ظاهرة أمامنا على الشاشة. هذه الدائرة تحتوي على بطارية ولمبة ومفتاح. طيب الدائرة دي في الوضع الحقيقي ده هتكون دائرة كهربية مفتوحة، لأن المفتاح هو فاتح ما مغلق. هنلاحظ انه اللمبة ما هتشتغل، ليه؟ لانه التيار ما مر عبر هذه الدائرة. طيب الدائرة دي عشان اللمبة تشتغل لازم المفتاح يكون مغلق، وبالتالي اللمبة هتشتغل، عشان كده سموها دائرة كهربائية. التيار الكهربائي لا يسري في الدائرة الا اذا كانت الدائرة مالها مغلقة، وسميت بكهربية لان عملها بيعتمد على الكهرباء. طيب خلينا نشوف مع بعض توصيلات الدوائر الكهربائية. طيب التوصيل في الدوائر الكهربية بيعتمد على نوع التيار الساري فيها، سواء كان التيار هو متردد أو كان مستمر AC ولا DC. أيضا بيعتمد على نوع التوصيل في طرق مختلفة. الطريقة الأولى بسموها التوصيل على التوالي، والطريقة الثانية بسموها التوصيل على التوازي، بمعنى أن المقاومات موصلة على التوالي مع بعض أو هي موصلة على التوازي. في طريقة ثالثة هي تسمى الدوائر المركبة، أيضا هنتطرق لها. إذا كانت هذه المقاومات موصلة على التوالي وموصلة على التوازي في آن واحد. طيب خلينا نبدأ مع بعض التوصيل على التوالي. في التوصيل على التوالي بنلاحظ مع بعض المقاومات متصلة مع بعض بحيث تكون مسار واحد لمرور التيار. طبعا التيار احنا في الحالة دي هو تيار ثابت. طيب عشان نقدر نقرب الفهم، لاحظ معايا المقاومات الظاهرة امامنا على الشاشة. هي المقاومات دي حاسة حاليا متصلة مع بعض بشكل متوالي، واذا التيار جه من هذا الطرف او جه من الطرف ده، بنلاحظ ان التيار بيمر في مسار واحد إلى أن أصل الطرف الآخر. ده معناته هذه المقاومات موصلات على التوالي. موصلات على التوالي بمعنى أنه التيار ما لقى مسارات متفرعة أو ما لقى مسارات مختلفة. حس حاليا ظاهرة أمامنا هو مسار واحد. التيار بيدخل على المقاومة R1، بيطلع منها للمقاومة R2، وهكذا إلى ما يصل مقاومة RN. طيب إذا نحن عايزين نحسب المقاومة الكلية أو ما تعرف بالمقاومة المكافئة لمقاومات موصل على التوالي، خلاص نحن عرفنا مع بعض المقاومات دي موصل على التوالي. طيب كيف نقدر نجيب المقاومة الكلية أو كيف نقدر نحسب المقاومة المكافئة لها؟ بسيطة، قال لك إذا أنت عايز تحسب المقاومة الكلية أو المقاومة المكافئة لمقاومات موصل على التوالي،
ار توتال او التوتال ريزيستنس او المقاومه الكليه هي عباره عن حاصل جمع المقاومات المواصلات على التوالي. هنا شرطنا لازم المقاومات تكون مواصلات على التوالي. طيب نعرفها كيف مواصلات على التوالي؟ نلقى انه التيار بيمر بمسار واحد فقط وما بيكون في تفرعات. يعني التيار للمقاومة الأولى، من المقاومة الأولى للمقاومة الثانية، المقاومة الثانية للثالثة، ما في تفرعات، مر في مسار واحد زي ما ظاهر أمامنا على الشاشة. طيب خلينا نشوف مع بعض مثال. أحسب المقاومة الكلية R total للدائرة التالية. طيب لاحظ معي، إذا افترضنا إنه التيار بيطلع من المصدر الخارجي، إحنا بنسميه مصدر خارجي لو متذكرين معنا في المحاضرة الأولى، كان عندنا لود او مقاومة او موصل، موصلة معها مصدر خارجي. طيب المصدر الخارجي ده حس حاليا ده الطرف الموجب وده الطرف السالب. طيب التيار بيطلع من الطرف الموجب، لاحظ معي التيار طلع من المصدر مشى للمقاومة ار واحد، طلع منها مشى للمقاومة ار اتنين طلع منها، مشى للمقاومة ار ثلاثة طلع منها ورجع للمصدر. هل التيار مر بمسار غير المسار اللي احنا ذكرناه ده، يعني مسارات مختلفة، يتفرع؟ ما يتفرع صح؟ يعني حسي مسار التيار ده مسار واحد من الموجب للسالب، مسار واحد فقط. ده معناته المقاومات الثلاثة موصلات على التوالي. يبقى انا معناته في الامثلة ما بذكر لك، بقول لك والله يا اخي المقاومات ده الموصلات على التوالي. لو ذكرت لك خلاص، لو ما ذكرت لك حاول تابع مسار التيار من المصدر من الموجب لحد ما توصل للسالب، وشوف هل التيار سلك مسارات مختلفة ولا هو مسار واحد من الموجب للسالب. طيب لو أنا عايز أجيب المقاومة الكلية والمقاومة المكافئة للمقاومات الثلاثة الموصلات على التوالي، وبحاصل جمع المقاومات الظاهرة أمامنا على الشاشة، 2 أوم زائد 1 أوم زائد 5 أوم، الناتج هيطلع معي 8 أوم. طيب يلا هخلي لكم التمرين ده، حاولوا اشتغلوه. عندنا ثلاثة مقاومات موصلات على التوالي، هنا انا وضحت لك قيمة المقاومة الاولى 4 اوم، قيمة المقاومة الثانية 8 اوم، قيمة المقاومة الثالثة 12 اوم، وموصلات بمصدر خارجي قيمته 24 فولت. السؤال الاول ارسم الدائرة، السؤال الثاني احسب المقاومة الكلية، السؤال الثالث احسب التيار الكلي المار عبر هذه الدائرة. طبعا التيار انا بقدر احسبه كيف؟ بسيطة صح؟ انا عندي الجهد الكلي صح؟ وحاحسب المقاومة الكلية. طالما انا حسبت عندي الجهد الكلي وحاحسب المقاومة الكلية، يبقى اقدر اجيب التيار الكلي المار عبر الدائرة صح؟ لانه عن طريق قانون اوم التيار بيساوي الجهد على المقاومة. طيب حاول اشتغل التمرين ده بالخطوات وقارن إجاباتك بالإجابة الظاهرة أمامك على الشاشة. طيب خلينا نشوف مع بعض المثال إذا كانت المقاومات موصلات على التوازي. طيب عشان نقدر نوضح الفكرة دي، خلينا نركز مع بعض في الدائرة الموصلة أمامنا على الشاشة، المقاومات الموصلات أمامنا. دارين نعرف هل المقاومات ده الموصلات على التوازي؟ طب نتأكد منها. إذا افترضنا أنه كان في مصدر خارجي موجود هنا، طرف المصدر الخارجي الموجب في هذه النقطة والسالب في النقطة دي، فالتيار حيطلع من الطرف الموجب حي ماري، لما نصل للنقطة دي حيحصل شنو؟ حيتفرع في المقاومة دي وحيمشي، حيتفرع في المقاومة الثانية وحيمشي، في النهاية حيتلمى تيار في المقاومة دي وفي المقاومة دي وفي المقاومة دي كلهم مع بعض، ويجي راجع لطرف المصدر الخارجي السالب. ده معناته شنو؟ التيار سلك مجموعة من المسارات، يعني ما يلتزم بمسار واحد، يعني حصل له تفرع والتقى في نفس النقاط مرة أخرى ورجع مرة تانية للمصدر، الطرف السالب للمصدر الخارجي. يبقى دي معناته المقاومات الموصلات على التوازي. طيب لحساب المقاومة الكلية لمقاومات موصلات على التوازي اللي هي التوتال ريزيستنس، المقاومة المكافئة ليها، القانون بيقول شنو؟ واحد على ار توتال بيساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة لحد واحد على ار ان.
لاحظ معايا، انت لحد الان ما حسبت الار توتال، انت حسبت واحد على ار توتال. يبقى لما نجيب المقلوب ار توتال هتساوي لي واحد على القيم اللي احنا ذكرناها او الكميات اللي احنا ذكرناها هنا. طيب خلينا مع بعض ناخد مثال يوضح لنا المفهوم ده. احسب المقاومه الكليه للدائره التاليه. لاحظ معايا الدائره دي هسه حاليا انا ما ذكرت لك هي توالي ولا توازي، لكن انت المفروض تعريفها برك. لاحظ معايا البطاريه، ده المصدر الخارجي، ده طرف الموجب وده الطرف السالب. دي المقاومة R1 R2 R3. التيار هيطلع من الطرف الموجب، هيصل للنقطة دي، هيتفرع في المقاومة R1، وهيجي مرة تانية هيتفرع في المقاومة R2، وهيجي مرة تانية هيتفرع في المقاومة R3، هيتلموا كلهم مع بعض، هيرجع لي طرف البطارية السالب. يبقى ده معناته المقاومات الثلاثة دي الموصلات على التوازي. طيب عشان نقدر نحسب المقاومة الكلية قلنا واحد على ار توتال. القانون بيقول شنو؟ واحد على ار توتال بيساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة. بعدين بنجيب شنو؟ بنجيب المقلوب. يبقى واحد على واحد اوم زائد واحد على اتنين اوم زائد واحد على تلاتة اوم. الناتج هيجيني 11 على ستة اوم. يلا دي مع ار توتال، دي واحد على ار توتال. اقوم اقلبها، لو قلبتها يعني المقام هيبقى في البسط والبسط هيبقى في المقام، الناتج هيطلع لي 6 على 11 اوم، 6 على 11 اوم. طيب يلا حل المثال ده او حل التمرين اللي انا مظهره لك على الشاشه، حاول انك تحله. عندنا 3 مقاومات موصلات على التوازي، يعني هنا حددت لك قيمه المقاومه الاولى 3 اوم، قيمه المقاومه الثانيه 4 اوم، وقيمه المقاومه الثالثه 12 اوم، موصلات بمصدر خارجي قيمته 24 فولت. طيب السؤال الاول ارسم الدائره، السؤال الثاني اوجد المقاومه الكليه، السؤال الثالث احسب التيار الكلي المار في الدائره. طيب بالتاكيد اذا انت حسبت المقاومه الكليه وانا عندي مصدر الجهد الكلي، ممكن احسب التيار الكلي عادي، اقسم الجهد الكلي على المقاومه الكليه بيجيب لي شنو؟ التيار الكلي. حاول قارن اجاباتك مع الاجابات الظاهره امامك على الشاشه. طيب خلينا نشوف مع بعض اذا كانت الدائره مركبه. ولما نقول دائره مركبه معناتها فيها جزء توالي وفيها جزء توازي. طيب اذا كان عندنا الدائره الظاهره امامنا على الشاشه، هذه الدائره هي دائره لمقاومات موجوده في البيت، لاسلاك تمديدات موجوده في البيت. المقاومات ديل في جزء منها موصل توالي وفي جزء منها موصل شنو؟ توازي. في النهاية المقاومات كلها مع بعض هي شكلها كده عبارة عن دائرة مركبة، يعني توالي وتوازي. طبعا ده فيوز يعني يستخدم كفاصل للتيار إذا كان التيار الداخل للمقاومات كبير جدا، وده عبارة عن المصدر الخارجي للكهرباء الداخل للمنزل. طيب على سبيل المثال إذا كان عندي الدائرة الظاهرة أمامنا على الشاشة، هنلاحظ مع بعض إنه الدائرة دي فيها جزء موصل على التوالي وفيها جزء موصل على التوازي. طيب عرفناها كيف؟ لاحظ معاي انه التيار بيطلع من المصدر الخارجي الطرف الموجب، لما نيجي للنقطة دي هيحصل ليش؟ هيتفرع في المقاومة R1 هيتفرع في المقاومة R2 هيجتمع مرة تانية، ده معناته R1 وR2 ما لها مواصلات على التوازي. طيب نفس التيار ده هيجي مرة للنقطة دي هيتفرع في المقاومة R3 وهيتفرع في المقاومة R4، هيجتمع مرة تانية ليرجع للمصدر الخارجي السالب، ده معناته R3 وR4 ما لهم موصلات على التوازي. طيب R3 وR4 موصلات على التوازي، وR1 وR2 موصلات على التوازي، وديل مع ديل موصلات شنو؟ على التوالي. بمعنى إنه المقاومة المكافئة دي والمقاومة المكافئة دي بنجمعهم لبعض باعتبار انهم موصلات على التوالي، موصلات على التوالي. طيب خلينا نشوف مع بعض المثال ده بيوضح لنا الفكره حقت الاختزال او التبسيط بصوره اوضح. طيب انا عايز ابسط الدائره ده وعايز اجيب المقاومه المكافئه للدائره دي. طيب دائما انت في دوائر بشكل ده حاول ابدا من نهايه الدائره لبدايتها. طيب ده المصدر الخارجي، ده الطرف الموجب له، وده الطرف السالب، التيار هيطلع من هنا.
لاحظ معي حي مار في المؤامر ايه، لما نصل للنقطة دي حيتفرع في المؤامر بي، حيتفرع في المؤامر سي، وحيجتمع مرة تانية عشان يرجع لطرف المصدر الخارجي السالب. طيب ده معناته ان المؤامر بي وار سي موصلات على التوازي. طيب هحاول اشتغل المؤامر بي وار سي على التوازي، يجيب لها المقاومة المكافأة لها بالقانون اللي احنا ذكرناه، واحد على ار توتال بيساوي واحد على ار بي زائد واحد على ار سي. طيب بعد ما جبتهم بجيب المقلوب لها عشان اجيب الار توتال. طيب الار توتال بالنسبة لهم احنا هنسماها هنا ب ار بي سي، اللي هي عبارة عن المقاومة المكافأة لها. طيب واضح انه ار اي وار بي سي موصلات على التوالي، بمعنى انه التيار الطالع من المصدر الخارجي حيسلك مسار واحد فقط عبر المقاومتين ليرجع مرة أخرى للطرف السالب للمصدر الخارجي. طيب معناتها حنجمع المقاومة ار اي زائد ار بي سي وحنتحصل على المقاومة المكافأة اللي هي عبارة عن ار اي بي سي، الثلاثة مع بعض هنسميها المقاومة المكافأة. شكرا للمتابعة، واتمنى انه المعلومة وصلت لكم. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة في نفس الموعد، انتظرونا في أمان الله.